ربيبة الوحي، يا من باسمها نزل ورسمها عنك إني قائل غزل. بيت شعري للشاعر اليمني يحيى الحمادي، نستذكره في الحديث عن اللغة العربية في كل وقت، عن الحديث والكتابة بها والتفاصيل الصغيرة التي تحتضنها بمفرداتها ومصطلحاتها المتعددة والفريدة والمتشبعة أيضا. وبما أنها لغة أم لقرابة 280 مليون نسمة في 26 دولة مختلفة، فإنها تمتلك من المصطلحات الخاصة والمشتركة الكثير، مما يدعو لعمل معجم تعريفي خاص بالمصطلحات العربية. وهذا ما يقوم به معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وهو معجم يضم بين صفحاته زهاء 100,000 مدخل معجمي لألفاظ اللغة العربية المستعملة في النقوش والنصوص حتى العام 200 للهجرة، وسيكون مرجعاً للمهتمين للغة لذاكرته الكبيرة ولكونه شاملاً للإنتاج المعرفي من الأساس. تفاصيل أكثر يمكننا التعرف عليها حول أهمية المعجم وماهيته وكيف يمكن الاستفادة منه مع ضيفنا عبر السكايب الأستاذ الدكتور محمد العبيدي، وهو نائب المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية. يسعد صباحك. صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا وسهلا فيك في صباح بلقيس، وسعداء جدا بوجود هذه المبادرة التي يمكن انطلقت في 2013 ثم خرجت الى النور في 2018، واليوم خلينا نتكلم بتفصيل اكثر عن ما هو هذا المعجم. اولا شكرا لقناة بلقيس على هذه الاستضافة وعلى هذه الاطلالة المهمة على اهم معجم في تاريخ اللغة العربية، وهو معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. فكرة المعجم نشأت في عام 2011 حين كنا نعمل في جامعة قطر أعضاء هيئة التدريس، وعرضنا الفكرة على المفكر العربية الكبير الأستاذ الدكتور عزمي بشارة، وتبنى الفكرة وعرضها آنذاك على الجهات في الدولة قطر، وبدأت الفكرة والتحضير للمشروع إلى أن أطلق رسمياً عام 2015 بتاريخ 25 من الشهر الخامس مايو 2013. أيوه. طبعاً المعجم في ذلك الوقت تشكل له مجلس علمي من أبرز العلماء واللغويين في الوطن العربي، وعقد حتى الآن أكثر من يعني نحو 18 اجتماعاً، وتشكلت له هيئة تنفيذية وبدأ بالعمل منذ ذلك الوقت. وكما ذكرتي أطلقت المرحلة الأولى منه إلى سنة 200 للهجرة، يعني من بداية تاريخ اللغة العربية في القرن الخامس قبل الهجرة نحو أكثر من خمسة قرون أطلقت للمرحلة الأولى 2018، ثم من بداية العام 2019 إلى اليوم أنهينا المرحلة الثانية. نحن في هذا الشهر سنعلن مع بداية العام القادم، يعني في خلال شهر تقريبا، الانتهاء من المرحلة الثانية. ممكن تلخص لنا المراحل؟ يعني هجرية. هي تقريبا ثلاث مراحل أو يمكن أكثر، لو أنت يعني تشرح لنا بشكل يعني بسيط عن ما هي المراحل أو الخطوات التي تم عمل فيها هذا المعجم. طبعا المراحل التي مر بها المعجم كما ذكرنا هي يعني كان في البداية مقسما إلى خمس مراحل. المرحلة الأولى إلى سنة يعني من قبل الإسلام، من أول نص عربي ظهر إلى سنة 200 للهجرة، وقد أتممنا هذه المرحلة. والمرحلة الثانية التي كانت من بداية القرن الثالث للهجرة، أي من 201 هجرية إلى 500 للهجرة، وأكملناها والحمد لله. والمرحلة الثالثة كانت مقسمة إلى ثلاث مراحل سندمجها في مرحلة واحدة، وستكون من عام 501 للهجرة إلى اليوم، إلى التاريخ الحاضر، وإن شاء الله سنبدأ بها من اعتبارا من العام المقبل 2023، ونتوقع أن تستغرق نحو ثلاث سنوات. طبعا هذه المراحل التي قمنا بها هي يعني إجرائية، وإلا فنحن نؤرخ للغة العربية من أول ظهور لأي لفظ إلى العصر الراهن. طبعا هذا المشروع حين ينجز لا شك أنه سيكون أعظم مشروع في تاريخ اللغة العربية،
وكما سنتحدث لاحقا في هذه التفاصيل. طيب، بما أنه أعظم معجم في اللغة العربية، إيش يميزه عن باقي المعاجم الموجودة اللي تركز على جانب اللغة العربية؟ المعجم التاريخي ليس كأي معجم آخر. لدينا طبعا كما تعلمون معاجم كثيرة، بدأت بمعجم العين للخليل بن أحمد فراهيدي، ثم ظهرت معاجم كثيرة من معجم الجيم للشيباني، وجمهرة اللغة لابن دريد، وتهذيب اللغة للأزهري، والصحاح للجوهري، ولسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط للفيروزبادي، وتاج العروس، كتاما تاج العروس للعالم اليمني الكبير محمد مرتضى الزبيدي. لكن كل هذه المعاجم كان أكثرها ينقل من المعاجم السابقة، وأكثرها لم تكن تعنى أصلاً بتطور اللغة العربية أو تغير معانيها. الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه، الذي توفي سنة 175 للهجرة، جمع اللغة العربية من أفواه الناس، من أفواه الأعراب، وجمعها من الواقع المباشر. لكن الذين جاءوا بعده كانوا يعني يأخذون ما ورد في معجم العين ثم يضيفون عليه بعض المعاني وبعض الكلمات، وبذلك بقي المعجم العربي جامداً إلى حد كبير، ولا يرصد التطورات والتحولات التي تمر بها اللغة، وما يدخلها من ألفاظ ومعاني تقتضيها الحياة اليومية والاحتكاك باللغات الأخرى وبالمجتمعات وتطور المجتمع وغير ذلك. لذلك جاء هذا المعجم الذي هو المعجم التاريخي، والذي تملكه جميع اللغات الحية. يعني لدينا مثلا اللغة الإنجليزية لديها معجم أكسفورد التاريخي، اللغة الفرنسية لديها معجم أو أكثر، اللغة الهولندية، الألمانية، جميع لغات العالم الحية لديها معاجم تاريخية. تلك المعاجم بعضها استغرق إعداده أكثر من 120 سنة، وبذلت له الأموال الطائلة لأهميته في تاريخ اللغة. هذا المشروع، مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، فكرته كانت قديمة، وكانت هناك محاولات بدأت من القرن الماضي، يعني من القرن التاسع عفوا، من القرن العشرين، ولكنها كلها باءت بالفشل، إلى أن ظهر هذا المعجم، وهو معجم يتميز من غيره من المعاجم بأنه يرصد ألفاظ اللغة ويبني لها ذاكرة لكل لفظ، سيرة ذاتية، كأنما أي لفظ ظهر في تاريخ هذه اللغة يبدأ بجمع النصوص. أولاً هو معجم ينطلق من مدونة لغوية. ما معنى المدونة؟ معنى أننا جمعنا كل ما صدر أو ما وصلنا إليه من إصدارات في تاريخ اللغة العربية، وحول إلى مادة نصية حاسوبية، واستخرجت منه الكلمات، وأصبحنا نتتبع كل لفظ من ألفاظ اللغة، ماذا كان يعني مثلاً عند أول استعمال، ثم ماذا أصبح يعني مثلاً عند امرئ القيس، ثم عند طرف ابن العبد، ثم ماذا، كيف استعمل في القرآن الكريم، كيف استعمل في الحديث، كيف استعمل في العصر الأموي العباسي إلى العصر الراهن. فعلا اللغة في تطور كبير، صحيح، وتختلف من فترة إلى فترة. صحيح. وبالتالي هذا المعجم لا يعني لا نظير له في تاريخ المعاجم العربية، هو يختلف عن المعجم المعاجم الأخرى، تذكر اللفظ وتذكر المعاني المختلفة. ما هو موجود في المعجم التاريخي للغة العربية أو معجم الدوحة التاريخي للغة العربية؟ أنه يورد اللفظ ثم يذكر تاريخ أول ورود له، ثم يذكر من هو الشخص الذي استعمله، ويورد الشاهد الذي ورد فيه، سواء كان بيت شعر أو وصية أو آية من القرآن أو حديث أو غير ذلك، ثم يضبطه بالشكل ضبطا كاملا ويوثقه من مصدره. ولذلك فهذا المعجم يتضمن إلى جانب معاني الكلمات والألفاظ، يتضمن الشواهد، يتضمن التواريخ، المستعملين، فهو إذن يعني مصدر شامل لكل ما يحتاجه المستعمل في اللغة العربية. هو يضم إلى جانب ألفاظ اللغة أيضا، يضم المصطلحات العلمية في مختلف العلوم، وهو أيضا يعني يجمع النقوش القديمة، بمعنى أنه يستخرج الألفاظ من النقوش القديمة في اللغات السامية القديمة، اللغة اليمنية القديمة مثلاً، اللغة العبرية، اللغة الأكادية، اللغة الآرامية إلى غير ذلك، وكذلك أيضاً يعني ينظر في النظائر السامية، ويعني يتتبع كل ما يتعلق باللغة وبتاريخها إلى أن يصل إلى العصر الراهن.
ما شاء الله، يعني فعلا حيكون معجم، يعني نقول أنه حيكون مصدر حقيقي ورئيسي لكل مفردات اللغة العربية. لكن خلينا ننتقل إلى المشاركين في هذا المعجم، عددهم كيف، من أين، يعني لو هم يعني بالأخص المشاركات اليمنية، هل هناك مشاركات من قبل يعني المختصين ولغويين يمنيين؟ احكي لنا أكثر على هذا الجانب. هذا المعجم هو معجم عربي شامل، بمعنى أنه صدر في الدوحة وتبنته الدوحة، لكنه معجم عربي شامل، يعني مجلسه العلمي على سبيل المثال يتألف من أكثر من 20 عضوا من مختلف البلدان العربية ومن أبرز العلماء في الأمة العربية. هناك هيئة تنفيذية وخبراء محررون من البلدان العربية المختلفة، لدينا محررون من أبرز الأساتذة والباحثين في الجامعات العربية، واليمن لها تمثيل كبير، يعني ربما تكاد تكون من أكثر البلدان التي لها تمثيل من الباحثين والخبراء، ولا ريب في ذلك، فاليمن هي أصل العرب ومنبع العربية. فلدينا أساتذة كبار من جامعة صنعاء ومن جامعة عدن وحضرموت ومن مختلف الجامعات العربية، ولدينا عدد عملوا في المرحلة الماضية وعدد آخر ما زالوا يعملون، إلى جانب عدد آخر من الذين يعملون هنا في إدارة المعجم وهم باحثون متفرغون. طيب بالنسبة للمهتمين باللغة العربية غير الناطقين بها، كيف ممكن يستفيدوا من هذا المعجم التاريخي في يعني نقول كمصدر يرجعوا إليه؟ طبعا هذا المعجم يعني من بين الأهداف التي وضعت له أنه سيتولد منه مئات المعاجم، ومن بين هذه المعاجم معاجم خاصة بمتعلمي اللغة العربية من العرب ومن غير العرب. أيوه. طبعا الذين يتعلمون اللغة العربية من الأجانب أو من غير الناطقين بها، لا شك أنهم سيجدون مادة وفيرة في هذا المعجم، لأن هذا المعجم يلتزم بأنه يعطي إلى جانب الاهتمام بالألفاظ يرصد التراكيب ويرصد العبارات المسكوكة والمتلازمات اللفظية، وأيضا يورد كل لفظ مضبوطا بالشكل مكتمل المصدر، بمعنى أنه يورده مع شاهده مع مستعمله مع، ولذلك هو يمثل مادة غنية ثرية جدا لمعلمي اللغة العربية ولمتعلميها، وبالتالي يمكن الرجوع إليه باستمرار لخدمة اللغة العربية سواء داخل الوطن العربي أو خارج الوطن العربي. فعلا هو مشروع مهم حقيقة للغة العربية، ونفرح أن يكون في أيضا يعني مشاركات يمنية في هذا المشروع الضخم الذي سيضم الكثير من الكلمات التي تهتم باللغة العربية. فشكرا جزيلا لك للأستاذ الدكتور محمد العبيدي، وأنت نائب مدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي، وشكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس. شكرا جزيلا لكم. شكرا.